تشهد العديد من المحافظات حالة من الطقس غير المستقر وانخفاضا في درجات الحرارة مصحوبة برياح شديدة وتساقط الأمطار الغزيرة. ورفعت محافظات الجمهورية درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية وتفعيل غرف العمليات بالمحافظات لمواجهة أي مشكلات. كما تتابع غرف العمليات بمختلف المحافظات حالة الطقس أولا بأول والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين. وتوقفت حركة الصيد بميناء البرولوس والبحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ لعدم استقرار الأحوال الجوية التي تسببت في ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية وهطول الأمطار بصورة متقطعة ما بين متوسطة لغزيرة.